عندكم أولاد قد إيه وعندهم كام سنة؟ بنت واحدة تقريبا 2 سنين و9 شهور. برازيل 9 شهور. أنجلينا عندها 7 سنين، لافينا 4 سنين. عندنا 2 3 سنين وسنة ونص. بنوتة عندها 2. مين اللي بيغير له دايما؟ أكيد أنا طبعا. أكيد. بيساعدك؟ أو بصراحة بيساعد. لا تضحك علي. أكيد لا طبعا. ليه بقى لا طبعا؟ ما ينفعش. ليه؟ بتاعتها سامع رجولي جدا جدا. ايه الظلم ده يا راجل؟ الموضوع في الاول صعب جدا جدا، انا كنت اخش ال دبليو سي اشوف الحفاظه اجري. طب انت كنت حابب الموضوع ولا بتعمله كده عشان تساعدها وخلاص؟ لا انا حابب الموضوع بصراحه، لان انا اوريدي جربت ده في اولاد اختي قبل كده. فلا انا حابب الموضوع جدا. حاسس الموضوع صعب؟ صعب جدا الصراحه. شايف ان الامهات بتتعب في موضوع تغيير الحفاضات؟ بتتعب عشان الريحه بس. بس اكيد كنت بتكلميه وهو راجع تقولي له هات معاك حفاضات وانت جاي دايما؟ لا كان بيقول لي انزلي جيبي بنت. مش على طول؟ لا على طول. انت قادره؟ طب انزل اجيب انا ولا ايه؟ لا بيقول لي حاضر تمام. هو يقدر يقول لي حاجه تانية؟ لا هو جيبي اللي كان بيزق. جيبك اللي كان بيزق فلوس كتير في الموضوع. لازم يا اما اتغرق. اختار براحته. بوتي تريننج يعني احنا نشيل الحفاضات ونسيبهم بقى للطبيعه كده يعملوا في اي حته ونمسح لحد ما يتعودوا ونفضل نقعدوا مع البوتي. هو انا عارفه المعلومات دي بقى فعشان كده خايفه على الفرش. سؤال، هتشترك في المرحله دي ولا لا؟ غصب عنه. ربنا يخلي لها ماما يا رب. مش هتشترك في الموضوع؟ اكيد لا صراحه. هو انا هشيل هي. انا هشيل واجري على هو هيشيله هو. ابتديتي بوتي تريننج وهم عندهم كام سنه؟ من 1.5 سنة ابتديت. يجي الشتاء نرجع زيرو، نخش الصيف نرجع تاني بوتي تريننج. ايه الخطوات اللي بتتعمل في البوتي تريننج؟ اهم حاجه نحاول نراعي ان يكون شكل البوتي يعني في جذب للبيبي، الوان شكل، فطبيعي هو بيتعامل معاها لانها لعبه. كنت بحاول اعرفه ان انت يعني لما انا قعدك على البوتي يعني ايه اصلا انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ ما هي خطوات البوتي تريننج من وجهه نظرك؟ اوعي تغششي. نشيل السجاد بتاع الشقه كلها. ايوه. نحط مشمعات تحت البلايات عشان نبقى بنزيق ليل ونهار. ربع ساعه قلعتها وبعد كده الحفاضه، وبعد كده قالت لي لا انا مش مستحمله انا خايف احسن تعمل يعني بهدل الدنيا. فكره ان انا اعلم بني ادم انه يدخل التويلت ويبطل يعتمد على حفاضات دي مهاره بتكمل معاه طول عمره. تمام. شايف صعوبه اللي هي عملته تديله كام من 10؟ اديله 10 من 10 واكتر كمان. انت لو كنت قلت اقل من كده كنت هقوم لك. يجي السؤال المهم، لو تعبانه يوم كان بيقوم يدخلها الحمام؟ لا. نعم. لا. لا طبعا. ليه طيب؟ اقنعني. لا ما نفسيا الصراحه الموضوع صعب بالنسبه لي. مش يعني. ايه بنتك ده؟ ما هو ايه بنتي ماشي على عيني وعلى راسي، بس انا برضو انسان بشر. هي ربنا يعني هي مش انسان بشر لحظه ليله هنا وقفه. هو كان بيظبط يعني المنبه بس هو ما بيسمعش المنبه. كنت بتسمع المنبه بس بظبطه.